فريق كفورية، أحمد كفوري، حاتم الجكس، سمسم كفوري، جايين النهاردة عشان نقدم نفسينا ونعرف الناس بشغلنا وفننا. بدأت منين كافورية وجبتوا كافورية منين أو جروب كافورية بدأ إمتى؟ جروب الكافورية بدأ، يعني المفروض أساسا اسم كافوري ده جه من سنة 95، 1995. كان أخويا وائل بيحب، طبعا بيحب يسمع وائل كافوري والكلام ده كله، أيام ما كان وائل كافوري بقى طبعا أنت اللي بحبه أنا والشغل بتاع زمان ده، فهو كان بيحب يجيب له شرايط والحاجات دي، فأصحابه طلعوا عليه وائل كافوري عشان هو بيحبه. وبعد كده أنا خدت اللقب منه، بقيت أنا كمان أحمد كافوري عشان أنا أخو وائل كافوري اللي هو مدير أعمالنا دلوقتي، واللي هو صاحب الفضل ان احنا نبقى في الاخر فريق، نتجمع فريق. وبعد كده ربنا كرمنا، بعد ما جمعنا، بعد ما عملنا الاسم دوت، طبعا فتحنا مجال الدي جي بتاعنا في سنة 2000، ومن سنة 2000 لغاية النهاردة الحمد لله بنفرح الناس في الشارع وكمان احنا بنفرح معاهم. والمهرجانات دي بعد ما طلعت فكرة المهرجان، احنا عملنا اول مهرجان كان اسمه مهرجان الكافورية، كافوري وصل يالا ليه حياة منطقة، ده أنا من منطقة وأنا كده معروف، لو قدر حد أفندينا وحسب كظروف. الأغنية دي كنت أنا وديزل وشندي ودول سيكا وكنكا اللي هو دلوقتي فريق المدفعجية، الفريق اللي كان أول فريق لينا، وبعد كده دلوقتي فريق الكافورية سمسم وحاتم إنجكس، ودلوقتي بنقدم فن تاني وموضوع تاني بنهدف فيه إن احنا نخلي المهرجان اللي في الشارع زي ما يكون، زي ما يقولوا كده بلباقة، تسمع المهرجان ما تسمعش فيه لفظ خارج يزعل الناس مننا، عشان احنا بنقدم اللي في الشارع بس بفن، مش بنقدم اللي في الشارع بكلام بذيء. بس تمام. انت وظيفتك ايه في الفرقة؟ انا وظيفتي في الفريق انا الموزع وفرد من افراد الفريق في المهرجان مايك مان. تمام، ادي المايك للجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاتم انجكس من فريق كافورية، وظيفتي مايك مان، ويعني أنا لسه شغال جديد في الفريق، لسه داخل في فريق جديد. أحمد كافوري هو اللي يعني قال لي أنت بتغني وكده وأنا هوظفك إن أنت تغني مايك مان وكده، فروحت اشتغلت عند وائل كافوري وأحمد كافوري، والحمد لله دلوقتي يعني بقى ليا اسم وبغني معاهم في الفريق وبنعمل أغاني، والفضل برضك لأحمد كافوري. بدأت معاهم من قد ايه كده؟ انا بادئ يعني مش من كتير، يعني ممكن من 5 شهور او 4 شهور. سجلت معاهم كام اغنية؟ سجلت بتاع 4 اغاني 5 اغاني كده. تمام. سمس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فرد تالت الفريق، سمسم كافوري، وانا مبسوط اللي شغال مع احمد كافوري ومدير الاعمال بتاعنا وائل كافوري، وحاتم طبعا جيكس اخويا، وان شاء الله باذن الله كل ماده بنوصل فن للناس اللي هي تسمعه. شكرا. تمام. خليه معاك، خليه معاك. كنت معاهم في الفريق مثلا؟ قول بقى موضوع دخولك في الفريق. انا شغال من فرقه الكافوريه، مع فرقه الكافوريه من قيمه يعني من شهر رمضان اللي فات، وبدانا بالبوم، وبعد كده بعد الالبوم قلنا بقى ايه بننزل، وان شاء الله كل حاجه بنعملها جديده تبقى احسن من اللي قبلها. تمام. يعني عملت معاهم كام اغنيه؟ لا كتير، البوم والبوم، وبعد كده يجي 10 اغاني ولا حاجه، كتير كتير. 14 مهرجان بالظبط. 14 مهرجان بالظبط. طيب يعني بدايه الاغاني دي خالص كانت الاغاني يعني كانوا بيشتموا في بعض، الدي جي طالعين والفرق بتعمل في بعض، اللي هم كانوا بيوصلوا رسائل لبعض عن طريق المهرجان. انتوا وصلتوا يعني دخلتوا في معاهم في الاشتباكات دي ولا؟ لا، هو احنا مش داخلين في بعض في الاشتباكات، بس احنا بننتقد حاله، احنا بننتقد حاله. الحاله اللي هي ايه؟ انا شايف 2 بيكلموا بعض عن طريق المهرجان، والناس بتسمع المهرجان، فاحنا كده عارفين الخلاف اللي بينهم عن طريق المهرجان. يعني مثلا سي دي جي من مكان مثلا رقم 1، والجي من مكان رقم 2، كل واحد عايز يثبت ان شغله احلى، فبيوصل للتاني رساله في وسط المهرجان. زي احنا بقى لما شفنا الموضوع ده عملنا ايه؟ عملنا اغنيه اسمها الشنيبه. شنيبه، ما هو معنى كلمه شنيب؟ اللي هو كتير الكلام قليل الفعل، بينتقد من يراه ناجح ويحقد ويحسد،
ويقول انا وانا 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 اللي هي كنا قايلينها. هو كثير الكلام قليل الفعل، ينتقد من يراه ناجح، يحقد ويتدسس ويقول انا وانا وانا. بعد كده قلنا لهم من انتم؟ قلنا لهم عن النقل والسياحه، يعني نقل الكلام والسياحه اللي هو بينتشر بسرعه زي الاشاعه. على النقل والسياحه والشنيبه على الساحه، يعني انا شايفين ناس عماله تشتم في بعض والناس كلها بتسمعهم، بس مش هو ده الفن. احنا بقى في الوقت ده عملنا اغنيه الشنيبه وعملنا اغنيه الناس، كنا بنقول الناس اللي انا عشتهم شربوا ناس من كاسي، والحب اللي اديته لهم نابع من احساسي، الاخلاص خلصته عليهم والاحساس خلصته عليهم، ما تمرش فيهم، اسال كده لحم كتافهم يقول لك كم من خيري، اسال كده كل اللي عارفهم كانوا ازاي من غيري. بنقول كلام يهدف لحاجه، بيوصل لموضوع، مش بنقول كلام وخلاص، مش انت عيل كذا وانا عيل كذا واللي هو بيتقال، لا احنا بنوصل للناس فن. احنا شايفين ان من الفوضى نظام، احنا كنا بنسمع آلات بتخبط في بعض، آلات ايقاعيه كلها راكبه فوق بعض بس مش بالشكل المظبوط. دلوقتي احنا بنحسن من الموضوع وعايزين نعمل حاجه للموضوع احسن من كده، شكل احلى. شايفين قدامنا فرق زي بلاك تيما، زي امس امين، زي فرق شعبيه زي مثلا فرق ساحه الصغير، زي الليسي، زي الكلام ده كله، احنا لينا لون اللي هو المهرجان، فاستحاله ان احنا نخلي المهرجان بنفس الشكل كل يوم، هي نفس الاغنيه اللي نازله قبليها، بس الفرق في حبه الكلام اللي جواها، كله ماشي على قافيه واحده ونظام واحد. لازم احنا نحرف، احنا مش بنلعب مزيكا بمعنى مزيكا، احنا ممكن نلعب ثلاث اربع حروف في المزيكا، احنا بنفهم مقامات، عارفين احنا عارفين عاملين مثلا مغنيين من الفا ولا من الدو ولا من الري، السلم الموسيقي. فالموضوع بيختلف معانا ان في حد فاهم قاعد على الجهاز بس عايز يسكن الموضوع بموهبه، هو عنده موهبه بس عايز يسكنها بعلم، يعني يخلي الناس تفهم تسمع الموضوع يقولوا اه ده الموضوع مظبوط، هنا حته المزيكا دي مظبوطه محطوطه في مكانها، هو مش طالع عن المقام بتاعه، مش بينشز. المهرجانات فيها تنشيز برضه، مش معنى ان في اوتوتيون في المهرجان معنى كده ان احنا بنغني بالاوتوتيون او بنخلي الكمبيوتر هو اللي يتكلم بالنيابه عننا. اسالك في كده، اي حد ممكن يغني مهرجانات عادي ولا؟ بص يعني هو الاوتوتيون ده فلتر او بلجنز بيتحط على برنامج اسمه فروتي لوبز او سوني او ساوند فراج او برو تولز او سونار، بيتحط عليه بيخلي الصوت لو هو طالع عن المقام بيرجعك انت غصب عنك على نفس العربه تاني، يعني ما بيرجعكش منشز. يعني مثلا يا ليل يا ليل دي ممكن تطلع في الاوتون يا ليل، خلاص هو خلاص وصل ان هو غصب عنك الصوت هنا، خلاص حطيته هنا، لا هيطلع ولا هينزل، هو ماشي في خط واحد. ده وظيفه الاوتون او البلوجنز، وان هو بيغير اصواتنا عشان الناس حابه الصوت ده، زي في اغنيه ايهاب توفيق زمان كان في زي اراجوز بيخش كده، اللي هي في اغنيه قديمه كان بيبقى يعلد فيها صوت الاراجوز، زي سموره كده، زي سمير غانم زي ما كان بيرفع صوته، الناس بتحب الاصوات دي، فاحنا لعبنا على نفس النقطه دي، الناس بتحبها. شايف ترتيب الكافوريه وسط الموجود دلوقتي من الفرق؟ محدش يقدر يقول على نفسه رقم واحد، لان كل يوم في جديد. في مثل عندنا في مصر كل الناس عارفاه قوي، يموت المعلم ولا يتعلم، واللي عند ربنا اكبر من كده. ممكن انا دلوقتي يكون الناس عارفاني في الشارع بس ما شافتنيش على التلفزيون، ما شافتنيش في ميديا، بس في نفس الوقت انا مبسوط بالمكان اللي انا فيه لان انا ببسط الناس، وظيفتي ان انا افرح الناس. لما انزل فرح في الشارع، حد بيبقى عنده مناسبه بس معهوش ان هو يعمل في قاعه، معهوش ان هو يعمل في فندق، انا هعمل تحت البيت عندي، بنحط الليزر بتاعنا اللي احنا بنحطه برده في الفنادق، بنشتغل بيه في الفندق وبنشتغل بيه في الشارع، يعني ما بنخليش ده شغل وده شغل، لا احنا بنشتغل في الشارع زي الفندق والفندق زي الشارع، عشان احنا بنفرح اخواتنا. زي الجيش بتاعك، الجيش بتاعك اللي هو اخوك اخويا، هم في الجيش بس هم حامينك وانت قاعد في بيتك، استحاله ان انت تقعد في بيتك ونجيب حد من بره يحمينا. هو كده احنا نعمل اغانينا بايدينا، لان احنا زمان كنا نستنى شريط عمرو دياب، شريط محمد فؤاد، نجيب الشريط ب 50 جنيه ونفضل نحجز ونقول هينزل النهارده هينزل بكره، ونجري نخطفه من بعض عشان نسمعه. الموضوع بقى ابسط، بقى فيه انترنت، بقى فيه صحافه على الانترنت، بقى فيه فيسبوك، تويتر، يوتيوب، بيسوق الشغل بتاعي عن طريق نفسي، ممكن ما يكونش معايا شركات. النهارده انا عامل لقاء مع قناه ان تي في، انا ممكن ما يكونش مثلا جالي قبل كده مثلا قناه تسجل معايا. في حاجه اسمها الشطاره، ان انت تدور على المكان اللي هينشر لك شغلك بطريقه صح ويوصلك للناس. هو كان في عرض سينمائي تبع شركة السبكي،
بس دخل في الفريق الاولاني بتاعنا اللي هو المدفعجيه، عشان هم اللي كانوا مغنيين الاغنيه معايا. فهو هم عايزين مين اللي مغنيين الاغنيه مش اللي عامل الاغنيه. فطالما الموضوع مش بتاعي ما ينفعش اخش فيه. لو انا جاي لعرض من اي من شركات ثانيه، في شركات ثانيه، في حوالي اربع شركات بدون ذكر اساميهم، في اربع شركات عاملين معانا عروض اليومين دول الحمد لله، وربنا يسهل ونقدم للناس فن، مش نقدم لهم مهرجان فرح في وسط فيلم. شركات سينمائية بس ما ينفعش ان انا اذكرها الا بعد ما العروض بتاعتها تخلص. ولينا كليب على قناة شعبيات. قولي الاغاني المشهورة اللي علمت من الناس. الاغاني المشهورة اللي هي اغنية الشنيبة، الناس، اديك في الارض اتفحر، اغنية في مشكلة بتاعت الكفرية، اغنية اساسنا احنا اللي عملناه، اغنية عملنا الصح، في صحصح للكلام، واغنية صحصح للكلام، في اغنية ان شاء الله نازلة جديدة اسمها شد بلاستر. الاغنية دي احنا جربناها في الشارع قبل ما نرفعها على النت ولا اي حاجة، جربناها في الشارع لقينا الناس بتتنطط عليها، وهو ده اللي احنا عايزينه. احنا جوانا طاقة اساسا، انت فاهم، لازم تطلع. الافراح دي بتبقى طاقة الشباب، الشباب واقف في الفرح عشان خاطر يفرح لصاحبه، يفرح لصاحبه ان هو يعمل ايه، يتنطط، يمسك شمروخ، يعملوا دواير، يعملوا مثلا خط نار في الارض ويرقصوا حواليه، يرشوا مية على بعض زي الحفلات الكلر، ما بيرشوا الوان على بعض وبيبقوا ماسكين مسدسات في الايفنتات في الايفنتات اللي احنا بننزلها زي حفلات الفوم في شرم الشيخ. انا بغني من زمان، كنت بغني طرب وكده يعني، من صغري وانا بغني طرب. ف يعني لما لقيت ان الشعب هو اللي شغال، ناس قالت لي غني شعبي، انت برضك صوتك حلو، بتغني بتغني برضك طرب، فغني شعبي وكده. فانا يعني رحت لاحمد كافوري، انا اول استوديو اغني فيه شعبي هو استوديو كافوري، اول من غنيت فيه مهرجانات. لا انا في معد، معد المطريه. لا انا اخدت دبلوم بس بغني من زمان، كنت بغني طرب برضو، ما كنتش ليه في الشعب والكلام دوت، بس لقيت اللي مطلوب للناس هو الاغاني الشعبي بس. فبدات مع احمد كافوري برضو، ما كنتش بغني في استوديوهات قبل كده، كنت بس بقعد يعني مع نفسي كده اقعد اغني وبتاع بس كده. لكن اما بدات اغني بدات مع احمد كافوري ان شاء الله. انا بكالوريوس تجاره شعبه نظم معلومات اداريه، بقى لي شغال في الدي جي 14 سنه، من سنه 2000 الحمد لله بدانا، وكان في قبل كده قبلها بخمس سنين كان لنا برضو في شغل الدي جي، بس كان ايامها الدي جي ما كانش كده خالص، ما كانش كمبيوتر، ما كانش سي دي، ما كانش تيرن تيبل، ايامها كان الدي جي كاسيت وسماعات، كاسيت بنرجع الشغل عليه وبنظبط المزيكا عليه، وكاسيت تاني بنشغل على الاغاني على طول للناس نعمل لهم الميكس بيه. بعد كده اتطور الموضوع معانا بالكمبيوتر، الكمبيوتر بنشغله وبنشغله برضو على نفس السماعات وبنطلع منه صوت. بعد كده بقى عرفنا في ديك، في تيرن تيبل، في بيتش كنترول. واخر اغنيه ليك اللي انت بتقول علمت مع الناس قبل ما تسجلوها يعني، فقول لنا كده كوبليه منها كده المقطع اللي هي جامل من قلبك مره تترد يا ناس 100 مره، افرح ده اليوم في مجره عمر ما تتعاد الكره، جامل من قلبك مره تترد يا ناس 100 مره، افرح ده اليوم في مجره عمر ما تتعاد الكره، افرح وانسى الهموم، ارقص مش عايز نوم، جاي تنام ولا هتفرح، شد زميلك ولا افرح، ارقص شكل يا زميلي، افرح يلا وادعي لي، وانت يا مايكي غني لي بكلامك قول وديني. نبدا فرح، نبدا بخفه، نطلع على طول على الزفه، ماسكين شماريخ وشموع، موضوع بيجيب موضوع، يا خراب لو جاي الجامل تضرب خرطوش تتعامل، دي الفرحه يا ناس فرحتنا، فرحه الشاب في حتتنا. حلو كده، انا مش عايز اغني الاغنيه كلها عشان الكلام ما يطيرش، معلش. بنقول لك يا جماعه كل الناس اللي بتشوفنا، عايزينكم تتابعوا اخبارنا على قناه عين تي في على النت، وعايزين كل الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا تتابعوا اخبارنا على عين تي في، واللي بيشجعنا يعرفنا ان هو بيشجعنا، يعرفنا ان هو بيسمعنا، عشان انتوا احنا بيكم هنبقى، من غيركم مش هنبقى.